السلام عليكم اصحابنا، احنا دابا في حديقة الحيوان ديال القاهرة. خلينا نكملوا ديال سندباد، غنوريكم شي حيوانات هنايا، ويمكن حيوانات مطلوقين وأليف. توسكي الفوق هادو الحمير واحد العود تما شنو كتاكل الغيس ولا اش كدير؟ واه البيوضية في الغيس، شو سخيا حوايجك. يلا نتحركوا. هادو الحلالف خنازير مازال ما بدلتيش القاعدة. هربوا. يلا باي باي. ها هو القرد. القرد هذا مارشين انا. لا لا ماشي قرد، لا شي حاجه اخرى. شو غادي يجي ياك؟ لاباس، كاين شي حاجه اخرى هنا. مشى. ها هو فين واقف هنا هاد البلاصة. ها هو شو طالع؟ ايه كيطلع على خوتو.
كيدير ليكم النمر. ها النمر، النمر ها هو شو بيض. واه تبارك الله. غادي كيدور، يلا نشوفو شي حاجه اخرى. ها هي الزرافه، الزيبرا، الحمار الوحشي، وها الغزال كاينه اللي هي ما كتبانش مزيان. يلا نمشيو نشوفو دابا القنفود. سبحان الله العظيم واش كديري. هاهو السبع إلا بان ليكم، كاينين جوج، هاهو واحد هنايا على اليسار فوق الحجرة، والآخر اللي هي حدا هاديك الشجر، حدا الشجر والربيع، كيبانوش مزيان، حيت بعاد. هنا غنكونو سالينا الحلقة ديالنا، شفنا حيوانات مختلفة سبحان الله العظيم، يعني مخلوقات كثيرة ومتنوعة بزاف. شاركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. تشاو.